المؤتمر التنظيمي 23 لحركة الطفولة الشعبية تحت شعار الطفولة اليوم وغدا التزامنا الدائم. هذا الالتزام هو قضيتنا المحورية والجوهرية اليوم. هذه المحطة محطة تنظيمية بامتياز، من خلالها سنجدد هياكل حركة الطفولة الشعبية. نتمنى لهذا الصرح العتيد التربوي أن يكون دائما في مصاف تحقيق طموحات الطفولة المغربية بشكل عام. أكيد بأنه المؤتمر أجواء ديالو التنظيمية تتفرض واحد النظام معين، واحد البرمجة معينة، ولكن الحلقة الأساسية والضرورية لنا هي حلقة قضية الطفولة اللي احنا يا تنشتغلوا لها، واللي كان شعار ديال المؤتمر هو أنها التزامنا الدائم. سنلتزم بهذا هذه القضية دائما وابدا. مؤتمر حركة الطفولة الشعبية اليوم ب 25-26 فبراير ببوزنيقة، 120 مؤتمر ومؤتمرة، اكيد حضور العنصر النسوي هو كذلك موجود. المؤتمر يعرف مشاركة جميع جهات 9 جهات بالمملكة، ويعرف مشاركة جميع الفروع القانونية التي يخولها القانون الاساسي الحضور داخل اشغال المؤتمر التنظيمي 23. كنحضر اليوم بصفة في مؤتمرة في مؤتمر اللي كيتنظم حركة الطفولة الشعبية بوزنيقة، من أجل تفعيل وإعطاء واحد النقطة إضافية للمؤتمر ديالنا ديال حركة الطفولة الشعبية. بصفتي كامرأة ونسائية تربوية عندها أهداف أنها كتساهم في هذه التنشئة الاجتماعية، وهذا المؤتمر ديالنا اللي هو الطفولة اليوم تحت شعار اليوم وغدا التزامنا الدائم، واللي كنتمنى له النجاح والاستمرارية. والآن المؤتمر هو بصدد توسيع نطاق الاشتغال ديالو فيما يخص الشق الجانب القانوني، باش تكون هناك اشتغالات موسعة بأريحية، وتكون كتمس مجموعة من الاهتمامات ومجموعة من النطاق وتوسيع المجال ديال الاشتغال ديالنا. وكنتمنى للمؤتمر النجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم. والطفولة الشعبية دائما كتهتم بالأطفال ديال الفئات اللي هي شعبية، واللي هي كترجى منا أننا واحد الوقوف مستمر.